إذا طلاب، بالنسبة للتجارب، أول تجربة عندنا الدايود كاركترستيك اللي هي خواص الدايود. بالنسبة لخواص الدايود، الهدف من هاي التجربة يعني وإن نربطها بالمختبر، نحاول نحصل على الـ VI كيرف، يعني الكيرف الخاص بالفولتية والتيار للدايود في حالة الفورورد بايزنج وفي حالة الريفرس بايزنج. أول شيء إحنا عندنا الدايود مثل ما تعرفون إنه هو عبارة عن جهاز، أو هو عبارة عن عنصر يمرر لنا التيار باتجاه واحد. هذا العنصر إذا كان مربوط، إذا كان هذا العنصر هو عبارة عن، طبعا يتكون من P والN، وبيناتهم هنا البارير اللي هو نسميه الحاجز. بالنسبة للبي والN، البي هي عبارة عن مادة شبه موصلة اللي حاملات الشحنة الأغلبية اللي هي راح تكون الهولز، أما الN فهو عبارة عن مادة شبه موصلة الأغلبية من حاملات الشحنة اللي هي الإلكترونز. عندما تربط البي، طبعا احنا من يكون عندنا هذا البي بهذا الشكل، هذا هو رمز الدايود، هذا هو جزء الموجب وهذا هو جزء السالب. زين، من يكون عندنا يعني ترتبط هاي المنطقتين سوا، راح تمثل لنا البي انجكشن، تولد لنا او تمثل لنا البي انجكشن. البايزنج للدايود، شنو يعني كلمة بايزنج؟ كلمة بايز refer to the use of DC voltage to establish يعني a certain operation condition. يعني شنو؟ من نقول بايزنج، شنو نقصد بكلمة البايزنج هنا؟ معناتها يعني احنا راح نربط هذا الدايود، يعني هو بوحده كعنصر ما ممكن يشتغل. من نقول سوي له بايزنج، يعني راح نربطه الى مصدر فولتية حتى نعرف اذا الدايود ممكن يعمل بحالة الفورورد او بحالة الريفرس. فبحالة الفورورد بايزنج، يعني من يكون عندنا الفورورد بايزنج، بهاي الحالة ايش راح يكون عندنا؟ راح يكون مثل ما نلاحظ هنا الفولتية، هاي هي هاي البايزنج، راح تكون هنا عندنا موجب وهنا راح يكون عندنا سالب. زي من نقول عندنا فورورد بايزنج، شنو معناتها؟ معناتها هنا الدايود اذا كان هو ايديال فراح يكون عبارة عن سلك، يعني المكافئ له هو سلك، واذا كان مادة شبه موصلة اذا كان السيليكون فراح يكون عبارة عن ينطينا خلينا نقول فولتج اللي هو 0.7، واذا كان جرمانيوم فراح تكون 0.3. شلون يشتغل اذا كان الدايود غير مثالي؟ يشتغل اذا كان فولتية المصدر هنا عبرة الفولتية اللي الموجودة هنا اللي هي مثلا 0.7 في حالة السيليكون. لهذا نلاحظ انه الكيرف مالتنا ما راح يبدي يشتغل بهاي المنطقة الاقل من 0.7، راح لما يصير قيمته 0.7 يلا يبدي يصعد عندنا بهاي المنطقة. فهاي هو اللي احنا راح نحصله، احنا راح نربط الدائرة وراح نبدي ننطي قيم اقل من 0.7، بعدين نبدي نزود القيم، ونلاحظ انه كل قيمة راح نوصلها كنقاط، فلازم يرسم عندنا هذا الكيرف. وهو هذا الهدف من تجربتنا، ان نحصل على الكيرف يعني من خلال ربط دائرة ومن خلال تسليط يعني فولتج دي سي فولتج حتى نحاول نسوي بايزنج للدايود. طبعا هاي عندنا البارير بوتنشال اللي هو فرق الجهد للمادة شبه موصلة، راح يكون 0.7 للسيليكون راح يكون 0.3. الدايود ما يشتغل الا اذا الفولتية المسلطة كانت اكبر من الفولتية الموجودة على الحاجز اللي هي الفولتج بارير اللي هي الموجودة هنا. الريفرس بايزنج مثل ما جاي نلاحظ، هذا هي الموجب والسالب للدايود، يعني هو بهذا الشكل. من نجي نربط الطرف الموجب لهنا للسالب، والنان موجب هذا راح يرتبط لهنا، راح نربط هنا. فبهاي الحالة راح يكون دايود بحالة الريفرس بايزنج. من يكون بحالة الريفرس، يعني راح يكون عبارة عن الاوبن سيركت، يعني ما راح يمر عندنا اي تيار. فبهاي الحالة راح يكون عندنا مقدار جدا قليل بسبب يعني قيمة التيار اللي تمر بحالة الريفرس بايزنج راح تكون بالمايكرو، يعني قيمتها جدا قليلة. ليش؟ لأنه شنو سبب هذا التيار اللي بالمايكرو؟ شنو سبب وجوده؟ ليش أصلا أكو تيار؟ لأن احنا قلنا عندنا المادة هنا الموجودة هي مادة شبه موصلة تحتوينا على حاملات أغلبية وحاملات أقلية. حاملات الأغلبية اللي هي الهولز هنا والإلكترون هنا،
هي اللي تسبب لنا مرور التيار بحالة الفورورد. حاملات الأقلية اللي هي الإلكترونز هنا والهوز هنا هي اللي تسبب لنا مرور التيار بحالة الريفيرس، والتيار يكون جدا قليل لأن هن أصلا نسبتها قليلة. فلأن نسبتها قليلة معناتها التيار اللي راح يمر كذلك قليل، وراح تكون قيمته بالمايكرو أمبير. البروسيجر اللي راح نتبعه راح يكون مشابه للي اشتغلناه بالملتزم، بس راح يكون عندنا دارة مالتنا هي عبارة عن هاردوير راح نتطرق لها بالمختبر، وراح نلاحظ انه اللي راح يعني نحصله انه راح ننطي فولتية هنا هاي الفي اس راح ننطيها قيم مختلفة، وكل مرة راح نسجل فولتية الدايود وتيار الدايود حتى نقدر يعني حتى نقدر نرسم الفي اي كاركترستيك الفولتية والتيار، ونلاحظ شوكة التيار يبدي يمر عندنا.